السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاهدينا في حلقة جديدة نواصل التركيز فيها على الرياضة وذلك عشية احتفالاتنا باليوم الرياضي للدولة. مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وكذلك مستمعينا الأعزاء عبر موجة 97 FM. والليلة أيضا راح نتكلم عن الإنجاز الإقطري الجديد والمتمثل بفوز قطر بحق استضافة بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2023. أحمد، وأيضا بنسلط الضوء على انطلاق فعالية الكونغرس في نسختها 79 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية 2016. نعم، وأيضا راح نتوقف عند أهمية تخصيص يوم رياضي للدولة ودور الرياضة في تعزيز التنمية البشرية. نعم مشاهدينا الكرام، ومن أجل تشجيع الجميع مواطنين ومقيمين على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي، عدنا لكم هذا التقرير اللي يستعرض فيه خريطة فعاليات اليوم الرياضي لكي يتعرف كل شخص على الفعاليات اللي ممكن تكون قريبة من داره وسكنه ويتوجه للانخراط فيها. سيكون المواطنون والمقيمون في 9 فبراير على موعد مع الاحتفال باليوم الرياضي 5 للدولة. وفي هذا اليوم والذي يصادف يوم الثلاثاء 2 فبراير من كل عام، ستتوزع نقاط فعاليات اليوم الرياضي على 10 مناطق تغطي أرجاء الدولة، وهي فعاليات الشمال وتشمل 14 فعالية منها 2 للنساء، فعاليات الغرب وتضم 6 فعاليات رياضية متنوعة 1 منها للنساء، فعاليات لوسيل وفيها 4 فعاليات، فعاليات كتارا وتضم 24 فعالية متنوعة، فعاليات كورنيش الدوحة ويحتضن 12 فعالية، فعاليات الدوحة وتضم أكثر من 63 فعالية خصص 4 منها للنساء، حديقة سباير وتضم 26 فعالية رياضية متنوعة، فعاليات الريان وطريق سلوى فتشمل 7 فعاليات تنظم وزارة الداخلية 5 منها، فعاليات الصناعية وتضم 3 فعاليات هي الكريكت وكرة السلة وكرة القدم، فعاليات الجنوب وتضم أكثر من 9 فعاليات تتوزع على مدينتي الوكرة ومسيعيد، ويشارك في تنظيم جميع هذه الفعاليات مختلف الوزارات والاتحادات الرياضية والشركات والمؤسسات والهيئات والجامعات والكليات والمدارس. طبعا مشاهدينا، وبإمكانكم أيضا يعني زيارة الموقع الرسمي لليوم الرياضي www.sportday.qa، ويمكن من خلال هذا الموقع مشاهدينا الكرام مشاهدة الجدول أو الجداول المخصصة بكل منطقة من مناطق الدولة. مثل ما أنتم شايفين الفعاليات الرياضية كثيرة في اليوم الرياضي للدولة، واللي سعت من خلال قيادتنا الرشيدة تكريس الرياضة كأسلوب حياة. وبالفعل يا خالد، أكيد وتأكيد نتيجة لذلك هو تحول قطر إلى مجتمع صحي، وبالتالي تنخفض فيه بمشيئة الله نسبة الأمراض الناتجة عن قلة الحركة، وهي كثيرة، من بينها على سبيل المثال لا الحرص المرتبط منها بالقلب والضغط والسكر وغيرها من الأمراض الكثيرة. نعم، إحنا نقول بإذن الله تعالى أن تكون هذه نمط حياة، ودائما هي بمثابة تذكير لنا أن هذا اليوم الرياضي يجي على أساس الواحد يجدد بينه وبين نفسه مدى الالتزام بمثل هذا النمط الصحي اللي إحنا دائما نتمنى أن الكل يسعى له، وأيضا نبي من أولياء الأمور أن يتخذون فعلا هذه الخطوة وبكرة يأخذون عيالهم في مثل هذه الفعاليات، حتى لو أن إحنا قصرنا على أساس بس أن ما نقصر في حق عيالنا. نعم يا خالد، إن شاء الله يا رب تكون هذه فرصة للناس. نعم، أن كل واحد يجي ويختار الرياضة اللي هو يبيها ويبدأ. نعم والله، أنا من اليوم والله أحمد، أنا من اليوم متخذ يعني قرار، وقلت لهم ترى على العشاء خففوا لنا على الأكل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب يكون هذا اليوم. نعم، باب خير، باب خير إن شاء الله على الجميع. زين كنت بقول زين. إذن وبهذا السياق تسعى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة على التعبير عن تفاعلها مع مناسبة اليوم الرياضي، وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة أيضا. نعم، دورها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أرادت تعزيز ثقافة الرياضة بين موظفيها من خلال دعوتهم لممارسة الرياضة بعد انتهاء الدوام في الصالة الرياضية الخاصة باللجنة. We'll be right back.
متماشيا مع الرؤية المستدامة للسيد سمو الأمير في ظل قيادتنا الرشيدة. نقوم بالعمل في اليوم الرياضي تماشيا مع هذه التظاهرة السنوية التي تقام. يقوم جميع موظفي لجنة وطنية لحقوق الإنسان بهذه ممارسة الرياضة. قمنا بافتتاح صالة رياضية تقريبا قبل سنتين ليمارس فيها جميع موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع أنواع الرياضات الموجودة، سواء مشي أو جري أو استخدام لعبة الحديد، وهذه متاحة لجميع الموظفين خارج وقت الدوام الرسمي يوميا، بما أن نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليمارس الجميع حق من حقوقهم وهي ممارسة الرياضة. ما زلنا مستمرين معكم أعزائي المشاهدين في الرياضة، ففي إنجاز جديد للرياضة القطرية. حصلت قطر على حق استضافة بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2023، طبعا بعد منافسة شرسة جدا مع الصين، حيث حصل ملف الدوحة 2023 على حق الاستضافة. طبعا نعم مشاهدين الكرام، المزيد حول تفاصيل قصة الفوز بشرف التنظيم معنا في الاستديو السيد خليل الجابر رئيس لجنة الملف، رئيس الاتحاد القطري للسباحه. يا مرحبا وسهلا بك ابو فهد. يا مرحبا فيكم، مبارك ومبارك لنفسنا بعد. الله يسلمك ومبروك عليكم كلكم، واحنا حقيقه سعداء بتواجدنا في هذه القناه حقيقه الذي اخذ هذا واجبنا الله يسلمك حيز كبير خاصه في الداخل والخارج. هذه قناتكم. ابو فهد، انا ودي اسالك يعني بعد ما نبارك لك هذا الانجاز بحق الاستضافه، ودي اسال يعني عن تفاصيل فوزكم بشرف استضافه بطوله العالم للالعاب المائيه. طبعا مثل ما تعرف بطولة الألعاب المائية هي تعتبر أكبر بطولة على أجندة الاتحاد الدولي، وكثير حقيقة من المشاركين في هذه البطولة في الألعاب كلها، هي 5 ألعاب أولمبية بالإضافة إلى لعبة الهاي دايفنج اللي هي القفز من المرتفعات، هي لأول يعني لعبة جديدة تم إدخالها مؤخرا في الاتحاد الدولي واعتمدها، ويسعى الاتحاد في هذه اللعبة بإدخالها أيضا إلى الأولمبيات لتصبح 6 ألعاب أولمبية تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباحة. مثل ما تعرف أنا وزملائي حقيقة عملنا 14 شهر على هذا الملف، تم إعداد الملف بشكل احترافي بشكل كبير، وهذا ليست بقريبة على أهل قطر. دائما سباقة لمثل تلك الأمور، خاصة في الملفات وخاصة في حسم أو جعل الحسم يكون في نصيبها دائما في مثل تلك المسابقات التي تدخلها، ولله الحمد من خلال هذا الملف استطعنا أن نرى أو نضع أمام مجلس الاتحاد الدولي أن قطر يعني قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية. نعم. في وهي أيضا مؤهلة يعني أبو فهد مثل ما تفضلت، هي مؤهلة ولديها الخبرة الكافية في إعداد مثل يعني في استضافة مثل هذه الفعاليات الضخمة اللي تطرقت لها، والحمد لله رب العالمين إحنا مقبلين على يعني فعاليتين كبار، وإن شاء الله يا رب أن الله يمد بأعمارنا ونكون مشرفين على هذا اليوم بإذن الله تعالى، ونشوف كلنا حق استضافة إن شاء الله. إن شاء الله. أنت تعلم يعني قطر منذ 2006 حقيقة انطلقت انطلاق غير مسبوق. تم حقيقة في تلك الفترة إعداد كوادر بشرية قطرية مؤهلة ومدربة بشكل احترافي لإقامة الأحداث الرياضية. لله الحمد هذه امتدت على مدار الأعوام السابقة والقادمة بإذن الله في الكوادر القطرية أن تقوم المقام الأول في رفع اسم دولة قطر في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. وناهيك عن ذلك، الأحداث التي أقيمت في 2015 كانت هناك 3 بطولات عالمية. صحيح. وليست بطولة، 3 بطولات عالمية كبرى التي هي بطولة كرة اليد. والذي حقق فيها منتخبنا حقيقة إنجاز لأول مرة. المركز الثاني، بالإضافة إلى بطولة الملاكمة، بطولة كانت كبيرة في تضم كانت أفضل لاعبين على مستوى العالم. بالإضافة إلى بطولة دوري الاحتياجات الخاصة واللي هي الاي بي سي، والذي شارك فيها أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، وحققت أرقام قياسية، وكان التنظيم يشهد لحقيقة الكل. نعم، وأيضا تاريخ البطولة هذه اللي إن شاء الله يا رب نستضيفها جدا مميز، 2023 بعد 2022. نعم. يعني راح تكون سنوات
حافله جدا يعني. فنسال الله التوفيق لنا ولكم. لكن لو نتكلم الان عن انتم اللي تعبتوا وكنتوا يعني مع في هذا التنظيم وتنظيم الملف لمده 14 شهر مثل ما ذكرت، وقت ما اعلن ان قطر استحقت هذا الفوز. نعم. شعوركم انتم كلجنه، انتم اللي تعبانين على هذا الملف؟ والله شوف، هي كانت اول شيء انا يعني اشكر حقيقه الملف الصيني ليست بملف بسيط، والصين كدولة ساعية حقيقة في تحقيق الإنجازات أيضا على المستوى الرياضي بشكل كبير، وكان ملف جدا قوي يقارع أيضا ملفنا. ولكن خلني أنا بس يعني أشرح ولو بجزء بسيط ما هي القوة، نقاط القوة في الملف القطري. نعم. وطبعا نعم. الفريق العمل زملائي حقيقة أشكرهم من هذا المنبر في الإبداع والفكر وأيضا الوقوف على نقاط الضعف لدى الملف الآخر. نعم صحيح، هي ما ميزت حقيقة الملف اللي عندنا. نعم. بالإضافة إلى ذلك الاستضافات الكبيرة واللي مثل اللي حظت فيها البلاد والتي سوف تستضيفها يعني على العلامة الكبيرة هي 2022. نعم. يعني بطولة كأس العالم لكرة القدم. نعم. هي داعمة بشكل كبير في هذا الملف وكانت مصدر قوة. بالإضافة إلى العمل على التقريب الفكر لدى الإخوان في الاتحاد الدولي بأن قطر دولة نظمت أحداث رياضية ونجحت نجاح كبير. نعم. بالإضافة إلى المسافات والمنشآت الرياضية التي تمتلكها حقيقة. نعم. منشآت جدا عالية المستوى وتضاهي كثير من المنشآت الرياضية في دول العالم. طبعا الموقف حقيقة يعني اتمنى يعني ما حد فيكم يدش فيه يعني، لان موقف حقيقه جدا صعب. نعم، الواحد ينتظر يعني. نعم، هو في انتظار لا تعلم ان التصويت او الاصوات الى اين ذهبت. وكنا حقيقه في انتظار وفي قلق كبير، ليست انا بمفردي، زملائي كلهم على راسنا، سعاده امين عام اللجنه الاولمبيه القطريه التي كان داعم حقيقه معنا في الملف ووقوفه معنا في هذا في المشاركه في الملف اثناء تواجده هناك. بالاضافه الى حقيقه اشكر سعاده سفير دوله قطر. نعم. الذي يعني رايته هو حقيقه وهو ينهمر يعني في 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 اثناء اعلان التصويت على هذا. نعم. على هذا الملف شعور لا يوصف. صحيح. شعور حقيقه فخر بالنسبه لنا. نعم. لان ما تحقق لدولة قطر. صحيح. وليست لأفراد. نعم. صحيح أن من عملوا عليه أفراد. نعم. ولكن كان هدفهم الأسمى والأكبر هو اسم دولة قطر. نعم. بأن يكون خفاقا دائما. صحيح. بأن يكون عاليا دائما. نعم. يعني فهم كان وضعهم في نصب عينهم اسم قطر، هدف واحد، هدف واضح. نعم. وطبعا فرحة كانت كبيرة. صحيح. صحيح أتت بالدموع. نعم. ولكن دموع الفرح ان شاء الله. دموع فرح. نعم. الحمد لله رب العالمين. وانا حقيقه كنت يعني لم اتوقع، ولكن بعد الاعلان وبعد الاستفسار عن الاصوات رجحت كفه قطر بشكل كبير. كان 15 صوت. نعم. كان 15 صوت. نعم. مقابل 8. نعم. فهذا دليل ان هناك ثقة كبيرة. نعم. نعم. لدى المسؤولين في الرياضة. نعم. بشكل عام وخاصة في الاتحاد الدولي للسباحة بإعطائنا كل هذه الأصوات يعني. نعم. معناته أن هناك ثقة كبيرة في دولة قطر، ناهي عن ذلك أن قطر استضافت عدة أحداث رياضية. صحيح. للسباحة. نعم. ومؤخرا كانت ناجحة. نعم. في 2014. نعم. يمكن كانت علامة فارقة. 1200 لاعب ولاعبة شاركوا، وهذه ماشي. لأول مرة أيضا تسجل كرقم جديد. نعم. بالنسبة حق الاتحاد الدولي. خاصة في بطولة المجرى القصير. استطعنا من خلاله تحطيم 23 رقم للسباحين. نعم. حطموا 23 رقم لأول مرة أيضا في تاريخ اللعبة نفسها أو المسابقة نفسها. نعم. وهذا كله دليل حقيقة داعم قوي. نعم. لاستضافة الأحداث، ناهي. صحيح. عن ذلك الجمهور. نعم. الذي كان يملي المدرجات بشكل كبير. صحيح. منذ بداية البطولة حتى نهايتها. نعم.
نعم ابو فهد، انا بدي اسالك يعني طبعا البطوله راح يشارك فيها ان شاء الله باذن الله تعالى اكثر يمكن من 15000 رياضي او 15000 رياضي من مختلف دول العالم، انا بدي اعرف وش خططكم لاستيعاب مثل هذا الرقم الكبير في هذا الوقت وفي هذا الزمن؟ ومثل ما تعرف باذن الله يعني ان قطر قادره على استضافه مثل هذا الحدث. نعم. هناك حقيقه الان نحن في اعداد اللجنه المنظمه لهذه البطوله. نعم. سوف يتم تشكيلها قريبا باذن الله، وسوف يتم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي للسباحه، ومن ثم سوف نباشر حقيقه في وضع الملف امامنا، وخاصه ناخذ فيها الاشتراطات الواجبه علينا. هناك اشتراطات التزاميه او الزاميه لدى الاتحاد الدولي معنونه في العقد الذي وقع بيننا وبين الاتحاد الدولي، ويجب القيام عليها. ويتم تشكيل اللجان، ويتم إعطاء كل الإخوان التصور الشامل في استضافة هذا الحدث والكم الكبير من اللاعبين الذين سوف يكونون في على أرض قطر. بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية التي سوف تساندنا، وأنا على يقين بأن كل هذه المؤسسات سوف تساندنا في هذه البطولة. بالإضافة إلى إحنا عندنا اتصال مباشر قبل الملف مع هيئة السياحة، وإذا أشكرهم حقيقة المدير التنفيذي والإخوان العاملين، وكان ويانا أحد الإخوان من هيئة السياحة ممثلا عنهم، وألقى دور كبير عن السياحة في دولة قطر واستعداداتهم من الآن حتى سنة 2030، وهذا أعطى أيضا مؤشر قوي في الملف. وأيضا إحنا نعمل معهم الآن عن كثب في هذه الفترة حتى نرى أماكن الإقامة وأماكن السياحية، بالإضافة إلى المواصلات وما شبه ذلك، الأماكن اللي يتم استحداثها أيضا يعني متواجدة على أرض الوطن وجاهزة لاستقبال مثل هذا الكم والعدد الكبير. بالإضافة يعني أبو فهد إلى أن قطر تتمتع بالكثير الحمد لله من الموارد أيضا الطبيعية والعوامل المساعدة، يعني ناهيك عن التقارير اللي تصدر في حق دولة قطر من عجلة التقدم الاقتصادية، وبالإضافة إلى يعني الحمد لله رب العالمين أن هي تحتل المراتب الأولى في البعد عن الجرائم وما إلى ذلك، يعني فقطر تعتبر من الدول الأولى في الأمن اللي تتمتع بالأمن والأمان والحمد لله رب العالمين، فأكيد هذه بمثابة عوامل مساعدة لمثل استحقاق دولة قطر للحصول على هذا الفوز بإذن الله تعالى، والله يوفقهم إن شاء الله. إن شاء الله. أبو فهد، لو نتكلم الآن بشكل سريع البطولات المقبلة إن شاء الله، الاتحاد اللي إن شاء الله بتساهم إنه يستعد أكثر لاستقبال بطولات العالم. وطبعا مثل ما تعرف كانت عندنا من يومين بطولة الخليج والتي انتهت مؤخرا، ولله الحمد استطعنا من خلالها أن نأخذ المركز الأول على الدول مجلس التعاون بتحقيق 57 ميدالية، منهم 32 ميدالية ذهبية، بالإضافة إلى تحطيم 4 أرقام خليجية جديدة. وطبعا الآن عندنا المحطة القادمة هو تنظيم كأس العالم للسباحة في تاريخ 9 شهر 10 2016، وهذه تعتبر أيضا واحدة من المحطات. بالإضافة إلى 2017 عندنا أيضا كأس العالم سوف تقام أيضا في قطر في المجرى القصير 25 متر، وأيضا سوف يتم الآن احنا وضعين في من ضمن المخطط والدراسة باستضافة بعض الأحداث حتى تكون هي مثابة التدريب أو ما يسمى الرهيلسل للبطولة، وذلك لتعويد الموظفين والعاملين في في اللجنة للاستعداد بشكل كامل لمثل هذه البطولات. بعد عندنا أيضا مشاهدين الكرام، عندنا أيضا فريق السباحين النشأ الجداد اللي توهم صغار ما شاء الله تبارك الرحمن، محققين بطولة قبل فترة بسيطة، فإن شاء الله عندنا منتخب يبشر بخير إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إحنا حقيقة يعني في الاتحاد كمجلس إدارة وزملائي الإخوان الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة نعمل على خطتين استراتيجية، خطة إدارية وخطة فنية. طبعا واحدة من الخطط الفنية هي أن نضع لاعبينا على خارطة العالم. لله الحمد استطعنا من خلال العام الماضي في تحقيق إنجاز جديد على المستوى الآسيوي في القدس، وحصلنا على ميدالية ذهبية، بالإضافة إلى
ميدالية فضية وبرونزية، بالإضافة إلى ميدالية فضية على مستوى السباحة في آسيا. تم تأهيل لاعب من اللاعبين لدورة الألعاب الأولمبية في سنة 2014 اللي هي للشباب، لله الحمد استطعنا من خلالها. الآن احنا في عندنا لاعبين موهوبين جدا مميزين، أرقامهم تضاهي أرقام لاعبي العالم، وإن شاء الله ماضين احنا في إعداد هؤلاء اللاعبين حتى يكونوا في سنة 23. احنا 2020 واحدة من المخططات أن يتأهل أحد اللاعبين وأن يكون له مكانة وفي منافسة بينه وبين أبطال العالم بإذن الله. وأيضا 23 أن يكون لدينا لاعبين مميزين يمثلون قطر افضل تمثيل باذن الله في بطوله العرب. الله يوفقكم، الله يوفقكم ان شاء الله. واحنا ايضا بدورنا نشكرك على حضورك معنا السيد خليل الجابر رئيس لجنه الملف الاتحاد القطري للسباحه، الله يوفقكم ان شاء الله والى الامام دوما ان شاء الله باذن الله. شكرا لك، التوفيق ان شاء الله يا ابو فهد. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم، نطلع فاصل قصير وعقبه بنتابع. حفل لتكريم الفائزين في برنامج سبيثار المستمعي واللي يحمل عنوان صحتك في خطورك. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، نرجع وياكم الفعاليات. اليوم الرياضي فقد أقام مستشفى سبيتار الحفل الختامي للمشاركين في برنامج صحتك في خطوتك في قاعة سباير بفندق الشعلة. تفاصيل أكثر نشوفها وياكم من خلال التقرير التالي. أقام مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي سبيتار حفلاً لتكريم الفائزين في برنامجه المجتمعي صحتك في خطوتك، والذي يهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي من خلال ممارسة النشاط البدني. اليوم عندنا احتفالية تكريم الفائزين في تحدي المشي اللي هي بدأت من نوفمبر لين بداية الشهر الحالي اللي هو فبراير. مبادرة صحتك في خطوتك هي مبادرة أو هدفها توعية المجتمع بأهمية النشاط البدني. في لها كذا مشروع في صحتك في خطوتك في أماكن العمل اللي هو احنا فيه أو احنا متواجدين حاليا فيه، نحتفل بالفائزين. وفيه صحتك في خطوتك في الجامعات اللي هي عندهم حاليا بعد مسابقة بتنتهي أعتقد في شهر 5. وعندنا بعد مبادرة صحتك في خطوتك في المولات اللي هي هذه المبادرة تبدأ في الصيف، هدفها توعية المجتمع أن إذا ما تقدر تمشي في الصيف برا في الحارة أو في الحديقة، لا أنت تقدر تمشي في المولات في أماكن مكيفة. شارك في المنافسة التي امتدت لثلاث أشهر أكثر من 1800 مشارك من 14 شركة بهدف المشي لأكثر من 10,000 خطوة يومياً، حيث يقوم جهاز عداد الخطوات بحساب الخطوات ورفعها على الموقع الإلكتروني. طبعا بالنسبة لقصص النجاح للشركات احنا حطيناها جزء من الحفل نشارك الناس فرحتهم. يعني احنا شفنا بعض الشركات خسروا مو بس أوزان، بعض الناس خسروا أوزان نعم، وبعض الناس حتى الأشياء الصحية تحسنت كضغط الدم نزل أو السكري تحسن مع الحركة والرياضة بدون أن يضع الرياضة كهدف، صار سيستم في الحياة. يعني خلاص هو إنسان صحي حركي، فلما سمعنا نفس هذه القصص فعلا مفرحة لنا، شفنا أن فعلا النتائج أتت بثمارها أخيرا. وقد تم خلال الحفل تكريم الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج، وذلك بهدف تحفيز الموظفين على العيش بطريقة صحية من خلال إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة ليصبح أكثر نشاطاً وصحة.
وبهذا الإطار أعزائي المشاهدين، فإن الاهتمام بالرياضة يعتبر أحد أهم أسس النهوض بالرأسمال البشري، طبعا كونها تسهم في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والعافية والتنمية البشرية. طبعا هي أحد ركائز رؤية قطر 2030 أحمد. ومن هنا تكمن أهمية تخصيص يوم رياضي للدولة والوقوف عن دور الرياضة في تعزيز التنمية البشرية. معنا السيد محمد العنزي خبير تنمية بشرية، مرحبا بك أبو جاسم. أهلا فيكم أعزائي المشاهدين، سعيد لقاكم. مرحبا ومسهلا فيك يا أبو جاسم. أبو جاسم احنا يعني يفصلنا بس احنا بكرة إن شاء الله ونكون على مقربة لبداية اليوم الرياضي، وش الدلالات اللي أنت ممكن تقراها أن دولة قطر خصصت يوم رياضي وهي تعتبر من أوائل الدول في العالم، أو يمكن هي الدولة الوحيدة في العالم اللي تعطي هذا اليوم الرياضي ويوم مدفوع الأجر أيضا؟ يا سلام، هذه دلالات بالأخير إيجابية وفي الأول أيضا إيجابية بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن فرحين جدا أنت تقول على مقربة، أنا وأنا جاي للقناة ما شاء الله أشوف الاستعدادات على قدم وساق، اشوف شيء متحمس بكره، قاعد افكر ايش البس الرياضه، كيف يكون وكيف الوضع. وانا اقول حق احمد بنبدا اليوم ان شاء الله من العشاء. ففعلا والله يعني شيء يحمس حقيقه. وهذا دلاله احنا نسميها في مجالنا النفسي دلاله صحيه، تدل على تمتع المجتمع بثقافه واعيه، في وعي. تمتع القياده الحكيمه ايضا في ثقافه، بدعم المجتمع من هذا يعني دفعهم الى هذه الامور اللي هي تخليهم يتنمون عقليا فكريا، اللي هي فوائد الرياضة وجسديا. نعم، الإنسان المجتمع الخالي من النشاط الخالي من الرياضة لا تدب فيه الريح والروح، ولا تدب فيه ولا تهب عليه الريح مثل ما يقولون، ولكن حقيقة شيء جميل. هذا الشيء يجدد فينا الروح. صحيح. مثل ما احنا ننتظر يوم العطله الاسبوعيه الويكند. صحيح. ننتظرها بشغف عشان والله هي لتجديد النشاط والحيويه. النشاط في الاخير لو تسال تقول ليش مستانس على اليوم الخميس؟ خميسكم فله. ليش نقول كذا؟ ليش احنا نقول الكلام هذا؟ لان احنا مستمتعين، راح نجتمع مع الاهل، نشاط. نعم صحيح، نروح نطلع نشاط. صحيح، اذا النشاط شيء جميل. هذه دلالات ايجابيه اخوي خالد، ويا رب ان شاء الله نشوف اشياء جميله ونشاط ايجابيه إن شاء الله، وتكون بمثابه تذكير لنا احمد ايضا. يعني احمد ساعة قال كلمة حلوة أن الإنسان يرد ويتخذ قرار أيضا، وأنه يبادر في الالتزام بمواعيد الرياضة. نعم، نستغل اليوم هذا مشاهدينا الكرام. يمكن أنا إنسان أحب ألعب كرة، أجي صحيح. اليوم الرياضي في مكان واحد. حمد الفياض بعد. حمد الفياض، إحنا مستأجرين ملعب ثلاثة شهور نلعب رياضة، لكن هو ما يرضى يجي يلعب. لا يا أخوي، إحنا يعني عندنا يوم رياضي، عندنا مكان واحد في جميع الرياضات اللي ممكن تخطر على بالك، وحتى رياضات جديدة. فأنا فرصتي إيش؟ إن أنا أجي إنسان أنا مش رياضي. جاي ابي ابدا العب رياضه، ايش اسوي؟ ادي اتفرج اشوف وين الرياضه اللي انا حبيتها، ممكن اجرب كل الرياضات ظرف ساعه وبدون لا اتعب. فالرياضه اللي اشوفها سهله علي اميل لها، احبها عشان اقدر استمر فيها. صحيح. اربط الحب بالاستمرار عشان اقدر انا استمر فيها عقب، وممكن انا شوي كنت اتكلم صحيح صار نفسي احد بس باقي له يدرس لك ان شاء الله من 10 رقم صار منهم. فعشان كذا نتمنى من الجميع ان شاء الله ان بكره ما يستغل هذا اليوم انه لا يوم عطله، بالعكس انه يبدي ويساهم ويشارك ايضا بالفعاليات هذه. لو نتكلم الان عن احنا كشعب قاعد نتبع رؤيه قطر الوطنيه 2030، وكلنا قاعد نحاول نكون مساهمين في تحقيق هذه الرؤيه، نربط الرياضه بالرؤيه الوطنيه. رؤيه قطر 2030 قائمه على الاقتصاديه والاجتماعيه والتنميه البيئيه والتنميه الاجتماعيه، هذا داخله في التنميه البشريه. يعني احنا دائما لما نقعد مع طلابنا دائما نحاول نغرس فيهم ونعلمهم ترى هذه الرؤيه، هذه الرؤيه نجدد لهم التفكير بهذه الرؤيه اللي هي في الاخير هم اللي قائمين على تطبيقها وقائمين على قراءتها. كيف يتنمى الانسان؟ احنا نقول تنميه بشريه، تنميه اداريه، تنميه مجتمعيه، كيف يتنمى الانسان؟ يتنمى نقدر نقول بكلمه واحده بس، هو مثل دارج في مجتمعنا اللي هي حركه بركه. صحيح. يتنمى الانسان في 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 لما يشتغل، لما يعمل. صحيح. ترى على فكره كلام حلو احمد قلت قبل شوي، ان الرياضه ليست يعني نوع واحد، ليست فقط جريا، ليست كره قدم، ليست مثلا اثقال وكمال اجسام. نعم. ليست مثلا طاوله وغيرها، في رياضات اخرى يسمونها الان ومعترف فيها رياضات فكريه. صحيح. رياضات احدى لما نلعب الدام الحين. صحيح. رياضه فكريه هذه. نعم. الشطرنج رياضه فكريه. الرياضه الفكريه شو تولد عند الإنسان؟ نعم. تولد عنده شيء مهم جدا في تقدم البلاد. نعم. اللي يرتكز عليه البحث العلمي. صحيح. اللي يرتكز عليه الأمور كلها، اللي هو عنصر أو
فكرة الإبداع. نعم صحيح. ما لم يبدع الإنسان، ما لم يعمل بفكرة مثل ما يقولون، فأنت تحدث عن رؤية، إذا رؤية قطر 2030 شيء مستقبلي، إذا شيء مستقبلي هذا وين يخص؟ يخص فكر، يخص تخطيط، يخص أمور استراتيجية. طيب إذا ما عند الإنسان مو حي في تفكيره، مو نشط، مو حيوي في تفكيره، طيب كيف يقدم أو كيف ينظر إلى الأمام؟ لذلك الإنسان اللي يسمونه إحنا نسميه بعيد النظر هو اللي يكون فكره البعيد، مو بعيد النظر يعني هو يشوف من بعيد هو سقاء أمامه ولا هو مثلا، لا هو بعيد النظر بعيد الفكر. صحيح. لو ترجمها تأخذها بالترجمة، نعم. ما تروح تترجمها بإنجليزي تقول والله عن النظر، نعم. لا تقول بعيد الفكر، عن thinking، وتبعد تبتعد عن السايت وتبعد عن بالضبط. نعم يعني محمد يمكن ذكرتني بمقولة لألبرت أينشتاين دائما يقول أن التخيل أفضل بكثير من المعرفة، ويمكن هذه مصداقا لكلامك أيضا، أن فعلا الناس لابد أنها تتخيل لتبدع لتعطي لتنتج. وإحنا نشوف بساعة يمكن أبو فهد هني 14 شهر أحمد قاعد يقول أنهم قاعدين يشتغلون كفريق، آمنوا برؤية واحدة بهدف واحد أنهم ودهم يجيبون ويستضيفون هذه الألعاب الأولمبية المائية في الدوحة، فوصلوا حق الهدف. إحنا نبي نقول وش دور المؤسسات هني عندنا في الدوحة، وش دورهم عشان يعززون من فكرة الرياضة أنها تكون نمط حياة. جميل جدا. الحين أبو فهد قبل شيء أستاذ خليل جابر لما تكلم عن السباحة تكلم عن شنو؟ مو يتكلم عن الرياضة، يتكلم عن شيء موجود حنا في ديننا، موصى به بالحديث وموصى به القرآن، موصى به بتعليم أبنائنا السباحة وركوب الخيل. إذن هو شيء مو رياضة، هو ندب من القول. نعم. هو شيء مهم. أنا لما مؤسستي، سؤالك كان أخوي خالد على المؤسسة، لما تستخدم الرياضة شنو فائدتها؟ صحيح. فائدتها كبيرة جدا في تحقيق أهداف المؤسسة. نعم صحيح. أنا لما مثلا أشتغل في مؤسسة ما مثلا، نعم. وأستغل أنا كمدير، أنا كمسؤول، نعم. أستغل هذه المناسبة، مناسبة اليوم الرياضي للدولة، أستغلها في جمع الموظفين وأقول لهم يلا موظفين أنتم الشيبان هاكم حبل، شباب كورة، اللي فيهم حيل بعد استخدم بعض الأمور اللي فيها التاف والأمور، نعم. هذه الواحد يحط حرتها في مديرة يحط حرتها في مديرة في رئيس قسمة. المهم لما نجمعهم على هذا الشيء احنا، نعم. سوينا دورة أخوي خالد. صحيح. اللي هي فرق العمل، نعم. بكل يعني بساطة فيها ألعاب رياضية وما إلى ذلك. المدارس، نعم. المدارس اليوم قاعد أشوف أحد حكامنا القطريين قاعد، نعم. يعلن يقول تعالوا إلى مدرستنا. صحيح. شوفوا سووا كذا. إذا أنا أشوف الحكم يدعمني، إذا الحكم مو فقط انذار أحمر وانذار، نعم. أصفر، الحكم موجه أيضا. نعم. إذا المدرسة راح تجمع الأبناء. صحيح. يلعبون. نعم. جبتني رسائل المدارس لما يقولون والله تعالوا يا أولياء الأمور مع أبنائكم، نعم. وهذا في نشاط موجود في هسباير بكرة، إن في أولياء أمور ونفس الوقت في يعني أولاد يلعبون مع بعض. نعم. إذا خدمناهم تربويا، مؤسسات التعليمية، مؤسسات العمل، مؤسسات الوظيفة، كل هؤلاء كل هؤلاء حقيقة إذا استخدموا هذا الشيء في في وصول الأهداف، نعم. المرجوة، من مثلا وصول إلى فريق عمل متكاتف، نعم. من وصول إلى 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 أولياء أمور يكونون على تواصل مع إدارة المدرسة، نعم. أعتقد أن هذه فرصة جدا جميلة لتحقيق هذا الهدف. نعم. نعم. محمد، باعتبار الرياضة أنها تحارب العديد من الأمراض اللي ما لها شكل، العديد من الأمراض، الشيخوخة وغيرها من الأمراض هذه، رأيك أنت بإقرار الرياضة كمنهج دراسي باختصار؟ جميل جدا. أول شيء هي في الفعل أنا رأيي أنه يكون هناك منهج رياضي أكيد، نعم. ومثل ما يصير في الأكاديمية حصة الرياضة موجودة، لكن، نعم. في شيء اسمه الثقافة الرياضية. صحيح. هذا لما تكون موجودة وهذا تدرس أصلا حتى في اللعيبة المحترفين، نعم. في النوادي الكبيرة يدرسون هذا الشيء، نعم. التوتر وبعض الأمور للعوارض النفسية هذه، نعم. تسبب في دراسة سوتها ألاباما البريطاني الجامعة، تسبب سمنة، كيف؟ الحين القلق مش كذا، أيوة، إنه، نعم. يصير عند الإنسان حب للعزلة، نعم. فيجلس ما يتحرك فيسبب له نوع من السمنة، نعم. الباحثين عن الرشاقة. صحيح. ترى الرياضة، ترى الأمور هذه مو مسألة فقط أنها تعالج بعض الأمور وبحث عنها بعض الأمور، نعم. إذن هذه تحل حتى بعض العوارض. صحيح. النفسية. الرياضة أعم من ذلك، الإنسان أيضا محمد تزيد من عمر الإنسان الافتراضي، يعني المفروض أن الإنسان يحافظ على نفسه. إحنا بهذا نكون يمكن وصلنا معك إلى نهاية يعني هذا اللقاء، ولكن ودي في عجالة في أقل من 20 ثانية رسالة توجهها للناس. والله حقا الرسالة اللي أوجهها لأخواني وأخواتي وأبنائي أيضا، نعم. أن يكون هذا اليوم يوم استغلال لحل المشاكل مثلا الأسرية في الأسرة، نعم. يوم يكون هذا اليوم
يوم ممارسة رياضة حتى للعمل بحيث أن العمل يحققون فيه أهدافه. صحيح. لا تفوتوا هذه اللحظات الجميلة. نعم. البسوا الرياضة وتمتعوا واركضوا على قولتهم في حدائق سباير وحدائق إن شاء الله بإذن الله تعالى. وإحنا أيضا بدورنا نشكرك على هذه الكلمات الطيبة يا محمد، وأنت مهب غريب وأنت راعي مكان، الله يسلمك. وشكرا على حضورك معنا محمد العنزي خبير التنمية البشرية، الله يوفقك إن شاء الله. بالتوفيق يا أبو جاسر. مشاهدينا الكرام، في إطار منافسات بطولة الكأس الدولية لكرة القدم في نسختها الخامسة، تواصل الفرق المتنافس مبارياتها على ملاعب سبير زون مشاركة أكثر من 10 فرق دولية. نعم أحمد، المزيد من التفاصيل حول تلك البطولة نشوفها مع بعض في التقرير التالي. أكثر من 12 فريقاً دولياً يمثلون أهم الأندية الكروية في العالم يتنافسون على ملعبي سباير زون الخارجيين وسط تشجيع جمهور عشاق كرة القدم، وذلك في إطار مباريات النسخة الخامسة من بطولة الكأس الدولية التي تنظمها قطر. البطولة التي انطلقت في العام 2012 تستمر منافساتها على مدى 11 يوماً، وتعتبر من أهم البطولات الكروية العالمية للفئة العمرية تحت سن 17. كما تشكل رافداً هاماً لتبادل مهارات كرة القدم والخبرات الفنية بين المتنافسين من شتى دول العالم. يشار إلى أن مؤسسة سباير زون وفي إطار دورها في رعاية الأنشطة الرياضية المختلفة قد أشارت إلى أن بطولة الكأس الدولية تشكل أهم الأحداث الرياضية الدولية على أجندتها السنوية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد ما تبقى من برنامجكم ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، الحين ننتقل وياكم إلى فندق الشيراتون، ويتواجد هناك طبعا نديب قناة الريان عبد الرحمن المري، ويعطينا أكثر فكرة عن انطلاق افتتاح فعاليات الكونغرس في نسخته 79 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لعام 2016. يعطيك العافية يا عبد الرحمن والكلمة عندك، واشتقنا لك يا أبو عوف. شكرا يا خالد والله، وإحنا أكثر وبعد بكرة إن شاء الله في اليوم الرياضي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح منذ قليل المؤتمر الدولي للصحافة الرياضية في نسختها 79 طبعا، واللي تستضيفها دولة قطر أو لجنة الإعلام الرياضي القطري برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن أحمد الثاني، وذلك طبعا بحضور عدد من الشخصيات الهامة على المستوى المحلي والعالمي، وأيضا عدد من الأشخاص أو الشخصيات الرياضية والسياسية. نتكلم إن شاء الله عن هذا المؤتمر بحضور السيد مبارك محمد البوعينين عضو لجنة الإعلام الرياضي القطري، بكلمنا أكثر عن المؤتمر ودوره أيضا في اللي افتتح منذ قليل. مرحبا بك أبو راشد عبر شاشة قناة الريان، مسي عليك بالخير. يا مرحبا، وبالعكس احنا دائما إن شاء الله مع قناة الريان وقناة الكاس وقناة قطر، كلنا سبحان الله القنوات سبحان الله كانت مجتمعة كلها. صحيح. إن شاء الله معنا في هالمؤتمر هذا، وهذا مش غريب على قناة الريان، ما شاء الله دائما هم متواجدين. احنا دائما الحمد لله نواكب التطور ونواكب الحدث، خاصة هذا الحدث مهم أيضا يخدم دولتنا الحبيبة قطر. تكلم شوي عن المؤتمر الدولي أبو راشد، يعني نتكلم عن الكونغرس مؤتمر دولي الصحافة الرياضية نسخة 79، وقطر ما شاء الله ولجنة الإعلام الرياضي القطري مستضيفتها هذه السنة. طبعا في البداية مؤتمر الكونغرس هو تأسس كالاي بي اس أو الكونغرس، مؤتمر اتحاد الصحافة الرياضية العالمية الدولي،
تأسس في سنة 1924، تكلم فوق يعني 90 سنة ما شاء الله. طبعا كانت النسخة في الدولة في الدول في عندنا في قطر مثلا، كانت النسخة اللي قبل كانت في 2006. هو سنويا يقام في دولة تتقدم له دول، وبعدين بعد العرض وبرزنتيشن تفوز دولة فتبدأ بتحضيراتها واستعداداتها. فاحنا كنا في السنة الماضية في فرنسا عملنا برزنتيشن، وكان أول برزنتيشن في اللوفر، عبارة عن هم مكتب تنفيذي 24 شخص كلهم رئيس الصحافة الدولية وثمان نواب، وهو تعتبر زي المكتب التنفيذي، ولهم اجتماعات دورية حتى في الكونغرس في فترة الكونغرس هذه. فكان طبعا لاقى استحسان الجميع، وفكرنا طبعا هو عادة يعني يكون مع بداية السنة لين شهر 4، فكرنا استثمار اليوم الرياضي لنقل صورة أفضل للصحفيين. هذه نقطة مهمة أيضا، يعني جبتوهم أو وصلوا الدوحة، استثمرتوا هذا الشيء طبعا في وجود اليوم الرياضي. يعني شفنا ما شاء الله بعد في أثناء المؤتمر وجود عدد من الشخصيات الهامة في دولتنا الحبيبة قطر، سعادة الشيخ جوعان محمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، يعني شخصيات كبيرة أيضا محلية، وهذا الشيء يحسب لكم ما شاء الله. يعني ما قصروا، حضور كان جدا رائع. يعني الواحد صراحة طبعا في الأخير احنا كلنا صحيح. مثل دولة قطر، والله يجزيهم خير إن شاء الله. بالعكس هذا حضورهم دعم لنا احنا سبحان الله. يعني تكاتف جميع أعضاء اللجنة، سعادة الشيخ فيصل بن أحمد الثاني كان يعني دائما متواجد معنا، ودائما سبحان الله يعطينا الدعم، والأخ خالد جاسم ومحمد الحنزار. نشوف يعني ما شاء الله اليوم تواجد رياضي في صراحة في يعني في شغل شباب، يعني شباب رياضي يعني ما شاء الله، وأكثرهم يعني في شباب يعني سبحان الله تقول الفترة من فترة طويلة كان الإعداد. فبالعكس احنا هذه ديرتنا، واحنا صحيح. احنا عدد صحفيين تقريبا نتكلم على فوق 300 صحفي من جميع انحاء العالم. من جميع انحاء العالم طبعا. نتكلم ان الفعاليات مثلا في كان بالامس كان في المكتب التنفيذي اجتماعهم، طبعا كان المكتب التنفيذي اول شيء يجتمعون يقرون بالبنود السنه الماضيه، ورقينا يعني كلمات ترحيبيه، وكانت اليوم طبعا بدا كفعاليات الكونغرس، فكان في كذا عرض برزنتيشن. أول برزنتيشن كان لجنة أولمبية، سعد دكتور ثاني الكواري، وما شاء الله يعني خذ يعني الضيوف كانوا في فترة إن شافوا جميع الأحداث اللي صارت. إحنا حتى كان نتكلم ليس فقط إن إحنا تنظيم كتنظيم رياضة، لكن سبحان الله المتطوعين أو يعني التنمية البشرية اللي هي يعني أنت بس تطلع في الأخير مش فقط إنك أنت تنظم، لكن في لك فوائد كثيرة من تجمعات. وطبعا انت تتكلم على عدد كبير كصحافه ايضا بعد يعني النقل والتواصل الاجتماعي معهم، تواكب التطور احنا نشهد الحين بدولتنا الحبيبه بقطر بما يصاحب ايضا رؤيه قطر 2030 متخصص بالتنميه البشريه، اللي هو اهم ركيزه يعني ممكن نركز عليها. والمنشآت ما شاء الله، المنشآت الرياضيه والبنيه التحتيه. يعني الحين نتكلم عن المنشآت ابو راشد، يعني صراحه الموضوع جدا كبير. نعم في فعاليات مصاحبه، في فعاليات نعم. مصاحبه طبعا لهذا المؤتمر على مدى على طول المؤتمر. طبعا احنا نتكلم في عرض برزنتيشن اليوم، طبعا احنا قلنا اللجنه الاولمبيه، وكان عندنا الريل، وكان عندنا طبعا لجنه المشاريع والارث، وكان طبعا عندنا اليوم الاي سي اس اللي هم الامن الرياضي. طبعا بالغد بيكون فيه طبعا الافتتاح كان اليوم، وكان فيه المفاجأة، وكان اللاجئ السوري. هذا اللي بتكلم عنه الحين قبل ما نجي على المفاجأة أبو راشد. الفعاليات المصاحبة اللي موجودة هنا في القاعة نعم. في قاعة تكلمنا نعم. أكثر شوي عنها، يعني منشآت رياضية طبعا، صور من قديم صحيح. هنا كان عندنا طبعا في صور قديمة، يعني مقتنيات قديمة لصور قديمة كانت تتكلم على طب الرياضة في قطر من ذاك الوقت. طبعا دائما الصورة تعبر عن عن, عن 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 أي مقال ممكن يكتبه أي كاتب، ففي صور كثيره ما شاء الله. يعني انا حتى والله يعني قبل هو والله رحت اصور على التليفون، يعني في اشياء قديمه يعني. نعم مشكورين صراحه مؤسسه قطر الاعلام، وايضا سلطان الجاسم نعم. يعني ما شاء الله يعني عنده صور ما شاء رهيبه الله. ما شاء الله عليه. وكان عندنا طبعا تكلم على متحف المقتنيات، ما قصروا ما شاء الله مؤسسه قطر الاعلام، كانوا داعمين لنا بشكل يعني كبير ان شاء الله، الله يجزيهم خير. نعم. فكان في مقتنيات كثيره، وطبعا كثير من الناس يعني خصوصا الصحافه الحين طبعا يخافون من شيء اسمه الجنريشن او الشيء الجديد. صحيح. تكلم على التليفونات الجديده،
او طريقه انك انت تقرا انا صارت اسرع يعني وصارت ابو راشد تكلم شوي عن المفاجاه ندخلها فيها مفاجاه صاحبه المؤتمر بوجود معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه والشخصيات الرياضيه الهامه الموجوده سواء محلي وسياسي يعني رياضي وسياسي ما شاء الله عليه نقطة المفاجأة. طبعا احنا كان عندنا اللي هو تصارع الحضارات. طبعا ثقافة في كل بلد نتكلم حتى في آسيا ما شاء الله تشوف الشرق والغرب غير. صحيح. فأحيانا يعني حتى في الدول الأوروبية فكان فيها قضية اللاجئ السوري في اللي كانت في بلجيكا فكانت هذه شوية أخذت لها صدى إعلامي كبير لأن تعرف هي صدى إنساني يعني. إنساني لأن تعرف دائما الخطأ الواحد ما يرضى عنه. صحيح. فسبحان الله التفاعل كان كثير من جهة الغرب. يعني أنتم جمعتوا الإنسان والرياضة. يعني نعم. فهذا شيء يحسب لكم. وهذا طبعا إحنا كل اللي نبي نبين لأن أصلا في جسر ترابط بين الشرق وبين الغرب. فإحنا سبحان الله عندنا شغلات إنسانية كثيرة لكن سبحان الله لازم توصلها مع ال. صحيح. مع في كل بلد تكلم عن عن عن, عن الثقافة الموجودة في 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 في, في 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 الشرق وعندك الثقافة الغربية فأكثر شيء اللي تشوفه أكثر شيء في الميديا تحصل. يعرف شيء بالانجليزي وتاخذه عندك ولكن الشيء اللي عندك كيف توصله لهم هو جسر صحيح يعتبر بين الشرق ايضا قضيه مهمه يعني وجود لاجئ من اخواننا السوريين نعم. في مثل هذا لا يعني انهم يعني صح انهم في ازمه لكن نعم. الرياضه ما زالت موجوده يعني نعم هذا ظرف معين حب الانسان الحين موجود يعني. نعم هو ظرف صار له اضطر انه يطلع يعني هو مش ظرف صار له وطلع من لكن سبحان الله احنا نتكلم الحين سبحان الله يعني حتى كمؤتمر عام الضيوف ما شاء الله كانوا يعني ما شاء الله جدا يعني مرتاحين واحنا دائما الواحد لما ينظم اي شيء يكون نوعا ما يحب دائما يقدم الافضل متى ما وصلت حسيت نفسك انت وصلت انك انت قدمت افضل شيء تحس انك تبدا شويه تنزل مهمتك او مستواك فالحمد لله احنا نحاول دائما على قدم الساق تحافظون على هالمستوى نحافظ المستوى ونحاول دائما الشخص يحاول يقدم اللي يكثر اللي يقدر عليه واكثر طبعا احنا عندنا ان شاء الله فعاليات في يوم الرياضي راح تكون في كتارا وراح تكون في اسباير راح يكون زياره كبيره لاسباير وراح يكون ان شاء الله في انا موجود معاكم ان شاء الله بكره في السوير ان شاء الله تشرفوا قطر فاونديشن وراح يكون ان شاء الله في 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 مدينه العمان ايضا عندنا تغطيه يعني قناه الرياض ما شاء الله يعني بكره ان شاء الله في جميع العاب في كتارا في مؤسسه قطر في نعم. السوير على الكورنيش ما شاء الله راح ناخذهم الكورنيش اول شيء لانه بحكم فكره حلوه يعني مثل ما ذكرنا في البدايه فكره ممتازه صراحه يشوفون نعم. حتى اليوم الرياضي اللي عندنا في الدوله كل ما خيرت تحب توجهها براشد خصوص هالمؤتمر يعني وكيف ممكن يساهم حتى في التطور الرياضي في المستقبل طبعا احنا في هالمؤتمر هذا نحاول ننقل صوره ايجابيه للفعاليات او الرياضه او للوضع في قطر في كثير من المستويات طبعا في كثير من الصحفيين كانوا جاوا في 2006 يعني احنا نتكلم مثلا لو عندك 2006 جاوا بعدها في 2016 وكان ترى على فكره 10 سنوات وكان المؤتمر كان في فندق الشيراتون نفسه صح. فشافوا كيف التطور اللي صار سبحان الله من ناحية التطور العمراني من ناحية التنمية البشرية من ناحية الكوادر القطرية منشآت رياضية منشآت رياضية يعني سبحان الله حتى المنشآت اللي تطورت بنيت على مش بس على مستوى مثلا مستوى الحاضر مستوى الحاضر ولكن المستقبل اعطيت مثلا مساحات اكثر بحيث ان الشخص نفسه لما يكون حاضر فيه يكون مرتاح ما يكون مثلا تحس ان انت بس مشيت على 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 على, على, على المواصفات العالميه انت رحت افضل من هالمواصفات فما شاء الله عندنا يعني احنا نتمنى ان شاء الله طبعا راح يكون في راح يكون في زياره في 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 المدينه العماليه وراح يكون زياره لاحد انديه كاس العالم راح يكون ان شاء الله في يوم 9 بعد ان شاء الله الله يعطيكم العافيه كل الشكر للسيد مبارك محمد ابو علين عضو لجنه الاعلام الرياضي القطري الله يعطيكم العافيه صراحه موضوع شيق وتوسعنا فيه الحمد لله احنا لحقنا شوي على بعض النقاط المهم الله يعطيك العافيه مشكور يا ابو راشد مشاهدينا الكرام وصلنا معكم الى نهايه هذه الفقره واللي طبعا بثناها لكم من فندق شيراتون الدوحة هذا اللي عندنا طبعا للمؤتمر الدولي للصحافة الرياضية في نسختها 79 كلمة عند خالد النعمة وأحمد الشمري في استديو ترحيل الله يعطيك ألف عافية يا عبد الرحمن أنت ضيفك الكريم وإن شاء الله يا رب بكرة نشوفكم أنت وضيفك إن شاء الله في سوير إن شاء الله بإذن الله وشكرا لك يا عبد الرحمن أيضا أعزائي المشاهدين وحفاظا على التاريخ الرياضي للدولة ينظم الاتحاد القطري لكرة القدم سلسلة معارض لقدامى لاعبين كرة القدم طبعا نشوف تقرير عن أول هذه المعارض مع بعض لأن ماضيهم فخر لنا ومسارهم مسار الشموخ ارتاء الاتحاد القطري لكرة القدم تنظيم سلسلة معارض لقدامى لاعبي كرة القدم
وكانت الخطوة الأولى في هذا السياق مع نادي الريان، حيث يضم المعرض مقتنيات اللاعبين القدامى من ميداليات وكؤوس استذكارية وصور. وافتتح المعرض سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة. هناك إرث يعني موجود في هذا المعرض شاهدناه اليوم، إن كان من أوسمة، إن كان من كؤوس، إن كان من ميداليات، إن كان من الملابس القديمة، إن كان من يعني الصور التذكارية الجميلة اللي يعني كان لها مناسبات. أنا أشوف أن هذا المعرض يعني الفكرة رائدة وممتازة في الوقت ذاته، وجاية مع تزامنت مع اليوم الرياضي القطري، تزامنت مع احتفالات نادي الريان يعني قربه من تتويجه للدوري العام. يعني إن شاء الله نقول سنة خير 2016 على الرياضيين وعلى الريانيين بصفة عامة. أخذنا مبادرة من اللجنة أن احنا ليش ما نبدأ مع نادي الريان، بحكمي أنا كنت لاعب في نادي الريان وحكمي أنا كنت رئيس جهاز كرة القدم في نادي الريان، فالعلاقة بيني وبين النادي وعضو مجلس إدارة كنت في النادي، فالعلاقة بيني وبين النادي علاقة زمنية يعني مش وكل يمون على الثاني، أنا واللاعبين كنت لاعب وياهم وعقب صرت مدير عليهم، فهذه تساعدنا أن نجمع، وهذه كنواة أول معرض بنسويه، وإن شاء الله الأندية الثانية حتكون بعد بعض يعني نحاول بعد 3 شهور أن نعمل المعرض لأحد الأندية الأخرى، على أساس أن في كأس العالم أي نادي يستضيف مباراة كأس العالم لازم يكون في النادي متحف يتكلم عن هذا النادي. يعكس المعرض قيمة الماضي المتمثلة في استعادة شريط الذكريات من خلال مقتنيات شهدت تاريخ النجوم القدامى الذين أثروا الكرة القطرية بمواهبهم وعطاءاتهم وكانوا خير سفير لناديهم ومنتخبهم الوطني. نعم مشاهدينا الكرام، قبل لا نختم معاكم ننوه أن بكرة عندنا العديد من الفعاليات، وإن شاء الله قناة الرياح تكون معاكم في تغطية إن شاء الله من الصبح، نغطي لكم طول اليوم إن شاء الله. طبعا لين ترحيب إن شاء الله. نعم لين ترحيب، في هناك أكثر من فعالية وأكثر من مكان، كتارا، الكورنيش، قطر فونديشن، عندك سباير، في كل مكان في الدولة في هناك فعاليات. فعاليات من الجميع ياخذ هذا اليوم، مش يوم راحه، بالعكس إن شاء الله. ياخذ هذا اليوم والله من اليوم المفروض الاستعداد من اليوم. نعم. يعني ابدوا معي ان شاء الله من العشاء كلكم اليوم ان شاء الله يا رب نخفف عشاء شوي انه خايفين، وان شاء الله يا رب نبدا ان شاء الله باذن الله اليوم الرياضي وكلنا نلعب رياضه ان شاء الله. اللي ورا الكاميرا يضحكون علينا كل سنه اقول نفس الكلام. اذا اعزائي المشاهدين بهذا نكون وصلنا وياكم الى نهايه هذه الحلقه من ترحيب، لاي اقتراحات او استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل البرنامج من خلال المشاركه عن طريق تويتر هاشتاج برنامج ترحيب او انستغرام ريان تي في. رحب اقتراحاتكم واستفساراتكم، في أمان في أمان الله.